السلام عليكم مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا اليوم خوتنا غادي تشوفوا اقوى فيديو قبل ما تشوفوا العرض العسكري اللي غادي يكون في 1 نوفمبر للذكرى 70 لاندلاع الثوره الجزائريه. نتمنى منكم تدعمونا هذا الفيديو، طلعوه وصلوا خوتنا. غادي نشوفوا في هذا الفيديو خوتنا الدبابات، الغواصات، السفن الحربيه، الطائرات على الجيش الجزائري خوتنا في تحضيراتهم للعرض العسكري اللي غادي يكون اقوى عرض في بلادنا الجزائر في 1 نوفمبر خوتنا، وغادي يكونوا فيه رسائل لاعداء الجزائر. نتمنى منكم تكثرونا من اللايك والتعليقات باش يوصل الفيديو، واللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ما راهش مشترك يشترك فعل زر الجرس وكثرونا من اللايك والتعليقات، طلعونا هذا الفيديو وصلوه وتبعوا معنا بسم الله. المهم كيما راكم تشوفوا مرور الدبابات، مرور الشاحنات العسكريه في الطريق الوطني، هنا راهم في الجزائر خوتنا، وهذه تحضيرات قبل العرض العسكري كيما قلت لكم. كثروا من التعليقات وزيدوا تبعوا. المهم راكم تشوفوا ايضا هنا مرور دبابات، اليات عسكريه، شاحنات في الطريق الوطني خوتنا، وهادو كامل راهم في الجزائر خوتنا. يعني ما بقاش بزاف، باقي يومين على العرض العسكري والتحضيرات مازال متواصله خوتنا. ربي يحفظ بلادنا الجزائر، زيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوفوا هذا المقطع الدبابات الجزائريه وفي الطريق الوطني ايضا، زيدوا تبعوا. تشوفوا الطريق في الجزائر العاصمه راه مغلوق بسبب الجيش الوطني الجزائري، يعني راهم كاين شاحنات، اليات عسكريه، دبابات، زيدوا تبعوا خوتنا. كما راكم تشوفوا هنا ايضا دبابات عسكريه في الطريق الوطني خوتنا، هادو تحضيرات كامل من اجل العرض العسكري، يعني التحضيرات مازال متواصلين لحد الان، تبقى يومين ان شاء الله على اكبر واضخم عرض عسكري في 1 نوفمبر، زيدوا تبعوا. نحن جزائريون لا نخاف الحرب ولا نخشى الموت، نحن الجيش الوطني الشعبي ببرية الصحائف تخافنا الوحوش، في ارض المعارك تهابنا العصابات والجيوش. كما راكم تشوفوا هادو الطيارين الجزائريين خوتنا، القوات الجويه الجزائريه، ربي يحفظ بلادنا، يعني شعور ما نقدرش نوصف لكم هذا الشعور. تحيه بلادنا دائما وابدا وربي يحفظ بلادنا، زيدوا تبعوا. واش كاين يا خو صالح حرب؟ واش كاين في البورطاج؟ بابور بيرات، الغواصات، كذا، فرقاطات، تخلط الجزائر كاش حرب ولا؟ فهمونا يا خوتي، ديك شحال من الفرقاطه من هذيك؟ كيف دايره هذه؟ هذه اللي تير على البوابور كاح كاح، واش راه صاري خوك؟ شي واحد يفهمنا واش كاين في الجزائر؟ كاش ما جاكش واحد تخشين تاع بحريه كما راح يديروا كما واش كاين واش ما كاش؟ المهم اللي يعرف يفهمنا في لي كومونتير. هاني نشوف يا واش كاين واش ما كاش؟ ربي يجيب الخير وخلاص يا المهم تهلاو فهمونا واش كاين في لي كومونتير.
المهم كما شفتوا معنا في هذا المقطع هذو القوات البحرية راكم تشوفوا الغواصات السفن الحربية كامل راهم يحضروا ايضا خوتنا. يعني هذا العرض كما قلت لكم غادي يكون اقوى عرض تعرفه الجزائر. زيدوا تبعوا خوتي واش كاين في البورتاع الجزائر او الفرقه طات راهي مخلطه ترى حرب واقيله ليك واش عمو الفرقه طا هاي لك لي كوبتر من الفوق فرقه طات الفرقه طات حتى نلحقوا لوين يا حبيب بالسواكر هادو ما شريكين يبانوش هادو الغواصات شريك هادو ما واعرين بزاف واش كاين وراهم خرجوا من البور وراحوا بالك شما كاين تخلط في البحر ما بين فرنسا ولا واش كاين نابل فهمنا عيط لكم الغواصة عيط الله في راكس ان شاء الله فيها خير خوتي واذا كاينه حرب وجدوا القزاز وجدوا سلاحكم وخلاص صاي سلام عليكم ربي يحفظ بلادنا الجزائر. هذه تحضيرات على القوات البحريه خوتنا كما راكم تشوفوا الغواصات السفن الحربيه خوتنا يعني كما قال لكم خونا راهم خرجوا من البور وراهم متوجهين خوتنا يعني هذو تحضيرات من اجل العرض العسكري هذا مكان خوتنا ربي يحفظ بلادنا دائما وابدا زيدوا تبعوا خوتنا الجزائريين راهم يصوروا في هذا الفيديو ويشرو فيهم في مواقع التواصل خوتنا يعني راهم مدهوشين من التحضيرات لهذه المرة عمرنا لشنا تحضيرات كيما هادو المرة خوتنا في بلادنا الجزائر يعني هذه المرة بلادنا الجزائر في هذا العرض غادي تبين لهم حاجة عمرهم لا شافوها وغادي تكون رسالة قوية للأعداء تاع الجزائر راكم تشوفوا أنواع تاع الطائرة هذه أول مرة نشوفوها في بلادنا الجزائر زيدوا تبعوا كثرونا من لايك تعليقات قادرة خوتنا الطريق الوطني راه معمر خوتنا بالدبابات الشاحنات الآلية المهم الآن الطريق في العاصمة راه مغلوق خوتنا الجيش والتحضيرات خوتنا اللي طورت أول نوفمبر زيدوا تبعوا خوتنا في هذا المقطع خوتنا يعني بعض اللقطات من العرض العسكري اللي غادي يكون في 1 نوفمبر والجيش الجزائري راه متحضر وراه واجد لهذا العرض خوتنا راه واجد باش يوصل رساله وراه واجد باش يبين شكون هي الجزائر وشكون هما الجيش الجزائري كثرونا من لايك تعليقات وزيدوا تبعوا الفنانين من الشعب الجزائري راهم حاضرين خوتنا ما ننسوهمش ولازم نذكرهم في الفيديو تاعنا الرسامين الموسيقيين ايضا راهم حاضرين باش يمتعونا ان شاء الله في ثورة اول نوفمبر في 1 نوفمبر ان شاء الله كثرونا من التعليقات وزيدوا تبعوا والله ما تقدم الجزائريين والله ما تقدم الجزائريين الدم تاعنا فيه الكوريات البيضاء والكوريات الحمراء والكوريات الخضراء الكوريات الخضراء تاع الدرابو تاعنا نائمه المهم كيما راكم تشوفوا احد صقور الجزائر خوتنا شفتوا واش قال لكم هي الجزائر كثرونا من لايك تعليقات زيدوا تبعوا يزون للدفاع عن كل شبر من هذا التراب الوطني الغالي على قلوبنا امنيتي اني نموت في سبيل الوطن تمنيت اني نموت في مكافحه
ولكن ما كتبش رب العالمين، ولكن أمنيت أن ندافع على حدود وحماية كل شبر من تراب هذا الوطن. وإحنا جاهزين لتنفيذ أي مهام مسندة إلينا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وداعي الجزائر. الأرض أمانة الشهداء، والدفاع عليها هو شرف كبير لي ولكل فرد من أفراد الجيش الوطني الشعبي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر. هذا الفيديو تقشعر له الأبدان، يعني هذا الفيديو كي تسمعه تحس بواحد الإحساس. إذا كنت أنت جزائري وكنت تحب بلادك، باينة باللي غادي تحس بهذاك الإحساس، باينة باللي غادي تحس جسمك يتنمل. المهم دائما وأبدا تحيا بلادنا الجزائر، وربي يرحم الشهداء، ودائما نفتخر ببلادي الجزائر ونفتخر بكوني جزائري. سمحتوا هذه الرسالة من طرف أفراد الجيش الجزائري. قالوا لكم رانا حاضرين ورانا واجدين دائما ورانا مستعدين دائما باش نضحوا من اجل بلادنا، باش نستشهدوا في سبيل هذا الوطن. ومشي غير الجيش، كامل الجزائريين شعبا جيش. المهم كامل رانا مستعدين في اي لحظه باش نضحوا من اجل بلادنا وباش نستشهدوا من اجل هذا الوطن وفي فداء هذا الوطن الغالي، هذا الوطن اللي حاربوا عليه جدودنا واللي ضحوا عليه جدودنا، وحنا رانا مكملين في المسيره تاعهم ورانا محافظين على الاستقلال تاع بلادنا اللي جابوه هما بالدم تاعهم. ربي يرحم الشهداء، دعوا لهم بالرحمه خوتنا، وربي يحفظ بلادنا. ودائما افتخروا بانكم جزائريين وافتخروا ببلادكم الجزائر. وان شاء الله هذه المره في 1 نوفمبر غادي يكون اقوى عرض عسكري خوتنا. ان شاء الله اذا قدرت نتنقل العاصمه غادي نشارككم كامل واش غادي يصرى في هذا العرض العسكري. واذا ما قدرتش خوتنا نفتحوا بث مباشر في القناة إن شاء الله ونشاهدوا العرض العسكري خوتنا. المهم كثروا لنا من اللي لك تعليقات، طلعوا لنا هذا الفيديو، وصلوا خوتنا. هذا الفيديو أقوى فيديو خوتنا قبل 1 نوفمبر، قبل العرض العسكري اللي غادي يشاهدوا خوتنا. طلعوا الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، وكثروا لنا من تعليقات، وتهلوا لنا في جوارينا غادي تقوم بقوة. دائما متابعينا ودائما لاصقين فينا، اتهلاو فيهم خوتنا، اعطونا رايكم في التعليقات. اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل الجرس، فعل الجرس باش يوصلكم فيديو جديد اللي راح نحطوه في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.